يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مسائل يختلف العلماء على الحكم عليها في مسائل العقيدة، كمن يرى أن هذا الفعل شرك ويراه العالم الآخر أنه معصية أو وسيلة إلى الشرك، كالقبور، كمن يزور القبور تبركا وغير ذلك من الأمثلة، فما هو الضابط في هذه المسألة؟ الضابط الدليل، الذي معه الدليل هذا هو الحق، والمخالف للدليل هذا غير صحيح. الله لم يكلنا إلى عقولنا واختلافنا، وإنما أنزل علينا الكتاب والسنة. فمن والله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أجل قل إن احنا ناس ينفون وجود الله من الملاحدة والدهرية، وجود الخلاف في البشر هذا ما هو بغريب، لكن الكلام في البرهان، بالبرهان والدليل. نعم.